دونك المنتخب المغربي تيحصل على تسعة نقط اللي كيتخول ليه باش يدوز في المجموعة الأولى، اللي الكل بأنه القرعة اللي تدارت بأنه غادي يواجه المنتخب البنين اللي يحتل المجموعة ديالو في المرتبة الثالثة. فالكل حظوظ فهي المنتخب المغربي، بانه شفناه دار واحد خاصه المقابله ضد جنوب افريقيا وكوت ديفوار، اللي ظهر على واحد المستوى جيد ولا تياخذ الثقه ديالو. فممكن بانه هذا غادي يساعده في باش المشوار ديالو في هذه البطوله، في هذا الكاس اللي كنتمنى باش يتخطى المنتخب البنين. المنتخب البنين ماشي، حنا ما غاديش نقولوا بالسهل، ولكن فهو منتخب غادي نقولوا راه ما داز الا وكان هو قوي وعنده امتياز وعنده فالمنتخب المغربي لازم عليه باش ينتصر، باش يمكن يدوز ربع النهائي اللي كتدخل باش يدوز للمربع الذهبي، اللي تنظن بانه جميع الحظوظ للمنتخبات اللي كتدوز في هاد المربع فهي عندها حظوظ باش تفوز بالكاس. فالحمد لله سبق لي اشتركت في ثلاثة كؤوس إفريقية، كأس في 92 في السنغال، وكانت 98 اللي كانت بوركينا فاسو، وكانت في 2000 اللي كانت في غانا ونيجيريا. فبأنه هذا الكأس هذه راه خص يكون الإنسان وخاصة اللاعبين يكونوا موجودين 100%، ويكونوا زعما تكون واحد ديما واحد تكون الثقه، ويكون واحد لا ديسيبلين، ويكون واحد لا كونسونتراسيون في هذا التربص هذا، بانه اي خلل ولا اي هدف راه يرجع سلبي على الفريق الوطني. فممكن نقول بانه الان ولات ما بقاو حسابات، ولات كل المقابلات الان اللي غادي يجري المنتخب الوطني فهي غادي تكون مقابلات نهائيه. فباقي لي اربعه المقابلات باش يكون باش يفوز بهذا الكاس، اللي هي لكل الجمهور والشعب والكل كيتمنى باش المنتخب الوطني يفوز بهذا الكاس، اللي تقريبا هذه سنوات اللي ما فاز بها تقريبا من 76. فكنتمنى باش هذا المنتخب وهاد اللاعبين، لا الطاقم التقني ولا الطبي ولا لاعبين ولا الناس مسؤولين، باش يفرحوا هذا الجمهور اللي يمكن بانه الان الكره هي اللي كتفرحوا وكتجعلوا باش يخرج وباش يجعلوا باش الحمد لله يكون واحد الفرح عاري من بعد النهايه تاع الكاس الافريقيه الان اللي كتواجد في مصر. وهذا الشيء غادي ينتظروا المنتخب المغربي، بانه لابد هذا الشيء في المقابلات العالميه، بانه حيت يكون واحد المنتخب قوي جاي باش يفوز بالكاس ويقدم واحد المستوى كبير، بانه الفريق الكل كتعرفوا الفريق المنتخب البنين فهو داز كجوج منتخبات الاحسن اللي احتلوا المرتبه الثالثه، فما كانش تنتظر باش يدوز في هاد الدور هذا. ولكن كما قلتي سي نورتين بانه المنتخب البنين فهو غادي يلعب ماشي 10، غادي يلعب 11، حتى بالقول بانه غادي يكون واحد 6 مانع، وغادي يديروا واحد الكار كي تنقولوا اللي غادي باش ما يستطعش باش المنتخب الوطني يسجل الاصابه، بانه غادي يعتمدوا على المرتدات، فيكون المنتخب الوطني حذر من هذه المرتدات، راه يمكن يسجلوا هدف ويرجعوا كي قلتي يرجعوا اللور، فغادي تكون من الصعب باش نسجلوا اصابه تحت انتصار.